السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، واليوم سوف نتكلم عن رؤية الارتفاع عن الأرض في المنام. زي ما تكلمنا في لقاءات سابقة في رؤية السقوط من مكان عالي، النهاردة هنتكلم عن رؤية الارتفاع من الأرض. طبعا الرؤية دي كتير من الناس بتشوفها، بيقول لي مثلا أنا شفت نفسي في المنام إن أنا طاير كده من على الأرض. طبعا احيانا هتكلم دلوقتي ان ممكن الواحد يصل الى السماء، ارتفع من الارض للسماء، واحيانا يدوب ارتفع من الارض كده متر او مترين، او حتى مثلا لدور او دورين، او حتى ارتفاع عمارة. ايه معاني الرؤية دي؟ اول رؤية معانا رؤية الرجل انه يرتفع عن الارض. هذه الرؤية تدل على المكانة العالية والكبيرة لصاحب الرؤية بين الناس. الرجل ده اللي بيشوف هذه الرؤية يعرف ان الرؤية دي محمودة، ان انت هيكون لك مكانة كبيرة وسط اقرانك، وسط الناس المحيطين بك اللي انت عايش معاهم. وقيل في معنى اخر لهذه الرؤية ان هذا الشخص بارتفاعه عن الارض ان انت رجل تفعل افعال خيرية كبيرة وكثيرة. لما نيجي نبص للمعنى ليه واضح، كون ان انت ترتفع في المنام دي حاجات انت بتعملها في الحقيقة بتنعكس عليك في المنام ان انت ارتفعت مكانة، وكأن المعنى ان صاحب الرؤية يفعل افعال خيرية كثيرة. رؤية الرجل، وخلي بالكم من الرؤية الجميلة دي، انه يرى انه في وسط مجموعة من الناس ويجلس على كرسي ورأى ان هذا الكرسي ارتفع. هذه الرؤية تدل على الترقية في مجالي وفي صميم عملك، ان انت هتبقى مميز في مجال تخصصك. رؤية الشخص انه يرتفع الى السماء، هذه الرؤية تدل على تفريج الهموم وتفريج الكروب وتسديد الديون. رؤية المرأة المتزوجة انها ترتفع في المنام فهي مثل الرجل تماما، مع زيادة اخرى وهي استقرار اسري. يعني ارتفاع الرجل اللي انا لسه ذكرها دلوقتي نفس المعنى للمتزوجة، لكن بنضيف معنى آخر للمرأة المتزوجة على المعنى الأولاني اللي هو استقرار أسري. رؤية المرأة المتزوجة أنها ترتفع إلى السماء، هذه الرؤية تدل على تدينها وحسن أخلاقها، وقيل تغيير في نمط حياتها إلى الأفضل. رؤية البنت العزباء أنها ترتفع تدل على طيبتها، وتدل على حسن أخلاقها وعلى سمعتها الطيبة. وقال بعض المفسرين أن هذه الرؤية بالنسبة للبنت العزباء تدل دلالة واضحة على الزواج، وقيل خطوبة. رؤية البنت العزباء أنها ترتفع إلى السماء، هذه الرؤية تدل على أنها متدينة وقريبة من الله تبارك وتعالى. وقال ابن سيرين أيضا من ضمن معاني هذه الرؤية تحقيق أمنية غالية سوف تتحقق للبنت العزباء، وقيل زيادة في العلم والدراسة وتفوق ونجاح في الدراسة في الحياة العملية تحديدا. دي كانت بعض الرؤى في تفسير رؤية الارتفاع عن الأرض. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.